اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مع حلقه جديده من برنامجنا احلامنا الجميله. النهارده هشرح لكم او هكمل لكم معنى رموز في الاحلام. طبعا زي ما كلنا عارفين ان كل حاجه في حياتنا ليها رمز، اللون ليه رمز، الاكل ليه رمز، اللبس ليه رمز، كل حاجه في حياتنا ليها رمز ودلاله وعلامه على حدث ما او شيء ما. النهارده ان شاء الله انا معاكم هاخدكم من عالم الخيال وانزل بيكو على ارض الواقع ونفسر ونعيد ونقول كمان. واي اتصالات اي مكالمات هتظهر عندكم على الشاشه، وهنكون مع بعض ان شاء الله في تواصل ونشوف ايه اللي ممكن نوصل في النهايه مع بعض من تفسير او اراء. طبعا احنا عارفين كلنا رموز في الاحلام دي عباره عن نقدر نقول مثلا الالوان لها رمز. اللون الاحمر معنى الفرحه والسرور والفرح عموما، ده للنساء عموما، للستات يعني. يعني الستات لما بتشوف نفسها مثلا في مرايه لون احمر مثلا في لبسها، لون احمر في شعرها، في اي حاجه هي اختارتها في حياتها، ده معناها فرحه وسرور وبهجه داخل عليها. لكن طيب ناخد اتصال معنا. هدى من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا هدى؟ انا كان عندي حلمين كده لو سمحت. معاكي اتفضلي. انا كنت حلمت ان كان انا ماسكه في ايدي زي من كيسه اللي بتقطعت اللي فيها الذهب او حاجه زي كده، كان فيها دبل اللي هي يعني خطوبه او حاجه. انا كده كده متجوزه. تمام. فكان طلعتها بلبس كان نظامها دبلتين فوق بعض. انا لبست دبله وجيت البس الدبله الثانيه عامله زي ما يكون ان هي غطت صابعي او غطت ايدي، هي زي ما يكون شكلها كده هي اكسسوار دبل اكسسوار. فبعدين في واحده قاعده عماله تبص لي قوي زي ما يكون زعلانه يعني، فانا بقول لها انت متضايقه ليه ما انت كمان مخطوبه. بس وخلصت الحلم على كده. ده وانت متجوزه اساسا يا هدى صح كده؟ ايوه. تمام. الحلم الثاني. الحلم الثاني انا والدتي متوفيه. كنت حلمت ان هي كان هي ولدت. فانا مستغربه قوي عماله اقول ولدت ازاي وهي ما كانتش حامل اصلا. فانا عماله اقول بقى في دماغي يعني ان هي عشان كده كانت تعبانه ومش عارفه ايه في الفتره الاخيره، واحنا ما حسيناش عشان كانت نايمه يعني، هي كانت عندها جلطه اصلا ونايمه. تمام. طب احنا مش خدنا بالنا بقى عشان هي نايمه وكده. فانا عماله يعني افكر في ولدت ايه وكده، فهي كانها جابت ولد اسمه احمد. تمام. وهو عند سايباه عند خالتي يعني، فاحنا بتقول لبيتي عشان نروح نشوفه كده. فانا كنت مبسوطه قوي ان انا هيبقى ليا اخ صغير وكده وفرحانه، فانا لبست وهنمشي لقيت نفسي ماشيه مع اختي مش مع والدتي يعني، في مطر خفيف كده. اختك متجوزه؟ اختك متجوزه يا هدى؟ اختك متجوزه صح؟ ايوه اختي متجوزه. معاها اولاد؟ ايوه. عندها بنات بس صح؟ عندها بنات وولاد، بنتين وولدين. تمام. ما عندهاش احمد يعني؟ عندها احمد. عندها احمد. ايوه. طيب خير ماشي يا هدى، هفسر لك انا معاكي. هو الرؤيه الاولانيه يا هدى انت جاي لك حاجه منفعه او مشاركه، لان الخطوبه دي بتقوم بين طرفين، فانت جاي لك منفعه من قبل الخاطب او الخطيب اللي انت شفتي دبلته. انت بتجربي الدبل دي حاجه انت بتتكلمي فيها لسه، موضوع هتستفيدي من وراه، سواء بقى ايه ارتباط في عمل، ارتباط في مشروع، ارتباط في ايا كان. الموضوع الثاني والدتك كانت حامل وولدت، وطبعا هي متوفيه زي ما انت ما بتقولي. هو عموما الولاده عباره عن فرج للمرأة الحامل في المنام، بغض النظر بقى هو ولادة بجد ولا مش ولادة، هو فرج. لكن وجود الولد في حد ذاته في الولادة ان هي ولدت ولد دي مشاكل، لكن البنت بتبقى فرج جاي معاه رزق وجاي معاه خير. بالنسبة لان هي بتقولي ولدت ولد وسمته احمد، يبقى الموضوع يخص اختك والله اعلم. الموضوع فيه مشكلة، وإن شاء الله كده بأمر الله هتتحل قريب، وغالبا الموضوعين متعلقين ببعض. أنت موضوع الخطوبة وموضوع الولادة بتاعت مامتك، أنت في حاجة جاية لك من ناحية أختك والله أعلم. ف
فهو ان شاء الله خير يعني، ما تقلقيش، حاجه حلوه مش حاجه ان شاء الله تاذيكي ولا حاجه تضرك بامر الله. زي ما انتوا شايفين كده هدى اتصلت وبتسال على هي احلام اللي عندنا دي. يا جماعه ممكن تكون احيانا اضغاث احلام، اضغاث الاحلام دي بتيجي للبني ادم لما بيبقى عمال يفكر في حاجه كتير وعمال دماغه بتشتغل زي ما بيقولوا، دماغه شغاله 24 ساعه، فبينام يحلم بكل اللي بيفكر فيه او بكل اللي شاغل دماغه او بكل الهواجس اللي حواليه في الدنيا. معانا ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاحلام معايا بس. كيفك يا ياسمين وكيف اهلنا؟ كويس الحمد لله. وانت عامله ايه؟ الحمد لله، رمضان كريم. الله اكرم. لو سمحت يا استاذه، من امبارح انا حلمت حلمت بنت عمي اسمها وداد. تمام. ادتني شويه فلوس كتار كده مئات، بس مش عارفه قد ايه. قالت لي قدسهم لي، قدسهم لي معاكي عشان جوزي مش قادر يقدسهم معايا ليشربهم. خدي وانت امسكهم لي، قدسهم لي معاكي. فلوس ورق يعني يا ياسمين ولا فضه؟ فلوس ورق مئات. تمام. بس مش عارفه، بس مش عارفه كام. تمام. وقالت لي خدي قدسهم لي، قدسهم لي معاكي. قالت لك شيلهم لي معاكي؟ ايوه قالت لي قدسهم لي معاكي. دي بنت عمك؟ ايه؟ بنت عمك ولا؟ مطلقة لو سمحتي. هي بنت عمك ولا قريبتك؟ بنت عمي. قريبتك يعني بنت عمك، من الدرجة الأولى. تمام. ايوه. بس كده؟ بس كده، خلص الحلم على كده. خير. هي هتوضع عندك سر يا ياسمين. ايه؟ يعني أنا هشرحه لك يا ياسمين. ماشي يا ياسمين، شكرا. هي عطيانها للفلوس ليكي، هي هتقول لك كلام، والكلام ده هتقول لك خليه سر بينا وبين بعض. بمعنى هتستودع عندك حاجه، انت كلام، امانه، حاجه. المهم هي هتستامنك عليها وهتقول لك ما تقوليش لحد، دي امانه عندك خليها بيني وبينك. ايا كان بقى الامانه دي، كلام، فلوس، مثلا امانه ما عليها دل حد، عليها حاجه لحد، هي هتأتمنك على السر ده وهتقول لك الكلام ده يبقى بيني وبينك. معانا شيرين. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حبيبتي، مع حضرتك. اتفضلي. معلش انا حلمت انه مرتي كانت قاعده في الاوضه ومتضايقه خالص. حلمتي بايه يا ياسمين؟ معلش تاني كده. مرات اخويا. تمام. كانت قاعده في الاوضه وكانت متضايقه خالص، يعني كانت مخطوبه على الاخر كده. تمام. واحد قالت لاخويا انا عايز ورد، يعني ورد من القران، بحيث ان اعرف ان امها هي يعني عليها هي ومش عارفه لمين، مش عارفه تكتب ازاي. تمام. قالت لي انا عايزه ورد عشان خاطر امي يعني عارفه ازاي تندل منه وازاي تكتب. فهو راح قال لها لا مش راح تحدث، ماليش دعوه باي حاجه. ده هي بتقول لي مين الكلام ده يا ياسمين في الحلم؟ هي قالت لاخويا. لاخوكي اللي هو اللي هي مراتهم. تمام. هي عايزه ورد لامها. وامها عشان تعرف البنت اللي عليها هي كانه مديونه لحد، مش عارفه البنت لمين. ولا ايه هو برضه. تمام. ماشي يا ياسمين. معلش ممكن حلم ثاني؟ قولي ياسمين. معلش انا حلمت بابويا المتوفي مش كل يوم كده. جه وسلمت عليه ورحت قلت له كل سنه وانت طيب يا بابا، ورحت مسكت ايده بس ما كنتش عايزه اسميه. بس على كده وصلت الحلم. خير يا رب ان شاء الله. خير يا ياسمين. خير. شكرا. انت طيبه. شكرا. وانت طيبه يا ياسمين. هو يا ياسمين احلامك ما فيهاش حاجه خالص، انت بس ممكن تكوني في مشكله مع اخوكي ومرات اخوكي، واللي شافت الرؤيه بتفكر في المشكله دي، شافتها باسلوبها او بطريقتها. الورد هي عليها حاجه دين او عمل المفروض تقوم بيه، او واجب، او ورد يومي. الورد اليومي اللي هو الاعمال اليوميه اللي المفروض احنا نقوم بيها، فهي بس بتفكر في موضوع اللي هو ايه، تعمل ايه ما تعملش ايه. وعموما هي تعمل لنفسها ان هي صدقه جاريه، تعمل لنفسها ورد كل يوم وتدعي ربنا بالخير، وربنا يفكك ايدينها ان شاء الله. لو كانت هي مديونه ولو كان عليها حاجه، ربنا ان شاء الله بالورد ده يرفعها بمنزله ويحط عليها من مشاكل، يعني ان شاء الله ربنا يبعد عنها المشاكل. بس الحلم الثاني، انت محتاجه تدعي لابوكي، محتاجة تدعي لأمواتنا، محتاجة إن أنت تقري لهم الفاتحة، وإن أنت يعني ممكن تكوني هتزوري أبوكي قريب. أنت عموما أحلامك كلها نقدر نقول عليها إيه، أفكار عقل الباطن.
او مش حلمك انت لوحدك، حلمك وحلم مرات اخوكي، كل دي اسمها مش هنقول اضغاث احلام قد ما هنقول تهيؤات العقل الباطن. احنا بنفكر في حاجات كتير، لسه انا كنت بشرح من شويه، وبنقعد نقول احنا عملنا كذا وما عملناش كذا وكلنا ورحنا واشترينا، فنبدا ننام بالليل نحلم بكل الحاجات دي، ونبدا نترجم كل ده في المنام، ويتهيأ لنا ان هي رؤيه، ويتهيأ لنا ان هو حلم، وهي بتبقى عباره عن العقل اللاواعي او العقل الباطن زي ما بيقولوا، يبدا يترجم كل المشاكل وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها ليل ونهار، ويترجمها على هيئه احلام. معانا منى. الو. ايوه اتفضلي يا منى. اهلا بحضرتك. انا في ولد صغير سنه 6 ابتدائي حلم ان اخوه اللي هو يعني مامتي بتقول له شيل الكوتشي الصغير بتاع احمد اخوك ده لابني محمد، لابني محمد. تمام. هو انت متجوزه يا منى؟ انت متجوزه؟ لا لا. تمام. هو انت متحامل. انت حامل؟ انت متجوزه وحامل؟ لحظه اللي هو في يعني حد قريبنا في سنه 6 ابتدائي حلم ان اخوه ان مامتي بتقول له شيل الكوتشي الصغير لمحمد ابني، وهي حاليا حامل. مامتك؟ يبقى ان شاء الله بامر الله، هو الحلم مفسر نفسه، هي هتجيب ولد والله اعلم، وهتسميه محمد ان شاء الله. ان شاء الله هي كده، دي جايلها رساله ان اسم المولود القادم ان شاء الله يكون اسمه محمد. طب لحظه في حلم بقى تاني. اتفضلي. انا حلمت ثلاث احلام كذا ورا بعض، ان الثلاث احلام دولت بيجي فيهم شخص واحد. تمام. وكل مره الشخص ده لازم يشوفني بحاجه. اول حلم اللي هو خلع الميداليه بتاعت ابنه وحط الميداليه بتاعتي انا. وتاني حلم جه قدام بيت بابايا وقال له انا عاوز اجيب الارض بتاعتي اضمها على الارض بتاعتي. وتالت حلم ان هو انا كنت عطشانه، هو جاب لي تورته كانت بتاعته هو ماسك قسمها في النص ومدينا نصها، وهو واخد النص التاني، وجاب لي في نفس الحلم ده ازازه ميه فيها شفاطين. ازازه ميه ايه؟ شفاطين. لا مش واخده بالي. شفاطين بيقول اشربي منها. تمام. عايزك انت تشربي وهو يشرب صح كده؟ لا هو قال لي اشربي من دي، قلت له انا هشرب، انا مش عاوزه اشرب مكان حد. تمام. اشرب مكان حد، قال لي لا معلش اشربي. تمام بس كده؟ هم ثلاث احلام، واحد فيه الميداليه والتاني فيه الارض، وده فيه اللي هو التورته والميه. التورته والميه. طيب. هو في حد متقدم لك او في لا ده انا ده لسه في ثانوي، وهو اصلا متجوز وعنده ولدين. يا اما في حاجه عندكم؟ المدرس بتاعي المدرس. تمام هو كده في حد عندكم طمعان في حاجه من ناحيتك، من ناحيه امك، من ناحيه ابوكي، عايز يقاسمكم فيها او عايز يشارككم فيها الحاجة دي؟ هي الله أعلم، ممكن يكون فلوس، ممكن يكون ورث، ممكن يكون مشروع، ممكن يكون هو طمعان فيكي أنت نفسك وأنت مش واخدة بالك، ممكن يكون حاطط عينيه عليكي، وبالتالي هو دلوقتي يعني عامل لك شوية معاكسات. وهو عايزك تشربي المية اللي هو جايبها لك، هو عايز يعني إيه يحل لك مشكلة، بس يبقى هو اللي متدخل فيها. مين الشخص ده بقى؟ العلم عند الله. ممكن يطلع المدرس اللي انت بتقولي عليه اللي هو اللي انت عارفاه، ممكن يطلع حد من عيلتك، ممكن يطلع حد تاني خالص جايلك على الهيئه دي. فالعلم عند ربنا. انت كده دلوقتي هو في حد حطك في دماغه عايز منك حاجه، ايه هي؟ انت طبعا البنات بيبقى معروف يا اما انت عايز طبعا فيك عايز يتجوزك، طبعا فيك وما فيش عندك الا حاجه زي هو الجواز. فانت خلي بالك بس من اللي انت بتتعاملي معاهم، وتعاملي معاهم بحذر، وما انصحكيش يعني تبقى العلاقات كده ايه شبه مفتوحه، لان ده مش كويس. حتى لو هو كده حاولي تعملي حدود معاه الشخص اللي زي ده، لان التورته هو الميه، هو عايز يريح قلبك بالميه، بس التورته والكلام ده كله ده مشاكل ورغي، وربنا ينجيكي ان شاء الله وهينجيكي منه. انت بس اجتهدي في الدعاء، وما تحاوليش تسيبي نفسك لاي افكار او اي شخص يحاول يعني يعمل لك بقى مناوشات ويشدك ويجذبك، وهو عنده مشاكل ان هو متجوز انت بتقولي، والكلام ده كله مش حاجه ظريفه يعني، فخلي بالك منه. معانا رضا. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي، أنا زوجة تانية وصلت على حاجة معينة كده وبنى مشاكل أنا وجوزي. تمام. شلت المشكلة بتاعتي، إن أوضة النوم بتاعتي اتغيرت العفش بتاعها. أنا في الحقيقة لونه بني، اتغير لونه أبيض، وده ما كنا اتغير المكان بتاعه يعني، اتعملت وفي دكتور شغال امراض نساء فيه، اللي هي الدكتوره دي اصلا شغاله اسمها ولاء، قالت لما اكون قعدت في الاوضه بتاعتي بتكشف العيانين فيها، والحمام لقيت فيه جز منجيات مانجا. في ايه؟ فطلعت بس حبايات مانجا. تمام. بس وفطلعت جز الحبايات اللي قسمهم للعيال، وصحيت لقيت الشقه بتاعتي متغيره، كل الحاجات اللي فيها متغيره. انت مخلفه؟ انا مخلفه، ايوه، اتنين من الزوج الاول واتنين من الزوج الثاني. بس هو بينا مشاكل ويعني سايبني، او سايبنا بسبب مراته يعني. تمام. بس انت هيحصل لك تغيير في حياتك الفتره اللي جايه ان شاء الله كده. انا معاكي، هفسر لك. حاضر، من عينيا، شكرا. انت يعني انت في حاجه في حياتك هتتبدل، وهتتبدل ان شاء الله بامر الله للاحسن. اللون الابيض ده يا جماعه في المنام من ضمن الرموز اللي احنا كنا لسه بنشرح في الالوان، تجديد. اللون الابيض عموما حاجه كده ايه جايه لك زي ما بيقولوا على ميه بيضاء، الحاجه اللي هي ايه ما فيهاش اي الوان وخاليه وكلها صفاء، يعني حاجه من اول وجديد زي ما بيقولوا. انت جايه لك ان شاء الله كده ايه حاجه ان شاء الله فيها تجديد وفيها راحه. والثلاث منجات اللي انت شفتيهم دول يعني قدامك شويه كده، مثلا ربنا هينجيكي من حاجه قريب، من ناحيه نسايبك، من ناحيه جوازك اللي انت فيه، وربنا ان شاء الله كده هيجيبها على خير. بس يعني ايه بعد شويه قلق، بس ما تقلقيش ان شاء الله ربنا هيحلها. معنا ايمان. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في استغفر الله، فين كده بعدين اسمع ابو سلام، قاعد اسمع ابو على التلفزيون. الله يخليك، تفريد على التلفزيون، اسمع احكي وما اسمع ابو التلفزيون. ايوه يا ايمان، معاكي. معايا الجوز متوفي. ايوه حبيبتي. لا، مره شفته بيجري ورايا وانا قاعده بجري وخايفه منه، مش عايزاه يطول مني. والحلم الثاني برضه دخلت على في اوضه كده، راقد خدي وراح عايش عند خدي، فانا بقول له انا مجارك، قال لي روح انام جار بنتي، معايا بنتي بقى بنتاني، قال روح انام جارها. وقفل علي الباب، رجعت على الباب من بره وسبته ومشيت. ايوه. انت هو ميت زعلان منك؟ ايوه، كان زعلان، كان زعلان بتاع بتاع عشان حاجه كده، ما في يعني فجاه كده وواحد. لا، هو لما مات كان زعلان منك يا امان. ايوه. طيب، ما هي الرؤيه مفسره نفسها، هو لغايه دلوقتي ما رضيش عن يعني عن تصرفاتك، في حاجات انت بتعمليها لغايه وقتنا هذا هو زعلان منك. يا سلام. يعني الحل يا ايمان ان انت تحاولي تشوفي حاجه تراضي الراجل ده بيها في قبره عشان يرتاح. تحاولي تشوفي هو كان نفسه في ايه، كان عايز ايه. بس طبعا اي حاجه تغضب ربنا لا. انت تدوري على الحاجات الصح اللي كان بيقول لك عليها، اللي كانت بترضي ربنا، وتحاولي تعمليها، وبعدين تطلعي له صدقه وتدعي له كتير يا ايمان. هو ده واجبك دلوقتي. بس انا كنت ارتاح له، انا كان برضه حكايتي انا حق الشرعي وكده وحاجات زي كده. ما هو زعلان منك قوي على فكره. ايوه. طب وفي رؤيه ثانيه سافيت عملتني البنت يعني، رؤيه ثانيه، رؤيه الله يخليك، معلش نعطيك اللي سافيتها يعني. بنتي معايا، بنتي مطلقه. تمام. بنتي معطيني لا سافيتها يعني، في كتب كتابه ومأذون والعزيمه والدنيا هنا عنده وطبيب والمعزيمه والدنيا كلها جايه تبارك لنا. وتدفعها والقطع والمأذون قاعد بيقول ومستني على الاوضه بتاعته، عارف ما جاش مستني الاوضه بتاعته. قلت له اللي سافرنا عليه، قلت له مش عارف رقمه. والمأذون قاعد مستني مستني القصه بتاع العريس. ده الكلام ده في الحلم يا ايمان؟ بنت يعني، بنت يعني مطلقه. ما انا فاهمه، انا عارفه، ما انا واخده بالي كل ده هي شافته في الحلم. اصل انت قعدتي تقولي كلام كتير كده، هي شافت كل ده في الحلم؟ ايوه، كل ده حلم يعني. الحلم ده واحد بتاع محل بتاع بنت ده، واحد ما بنخاش قلت انا مأذون في البيت والعزيمه والدنيا والاكل والدنيا وكل حاضرين واهلنا كل حاضرين، بس والعريس ما جاش. خير ان شاء الله. شكرا شكرا يا ايمان. هو بص يا ايمان، هي عموما بنتك يعني عندها مشاكل في موضوع الجواز والطلاق، والدنيا عندها يعني هتقف شويه،
بس بعد معاناه وبعد كده ان شاء الله ربنا هيفكها عليها، وخليها بس تجتهد في الدعاء وتدعي ربنا. وانت طلعي صدقه ايمان، انت كده كده محتاجه تبقي تتواصلي مع الله شويه، عشان شكلك كده ايه يعني بعيده حبه، فده ربنا بيحاول يقربنا منه، قربنا منه ان هو بيورينا احنا المفروض نعمل ايه او طريقنا فين، نقرب من ربنا بالصدقات والدعاء والعمل الصالح. وربنا يجعل احلامكم وايامكم كلها حلوه ان شاء الله. بس يا جماعه يعني هو كل واحد عنده حياه، عنده ابتلاءاته وعنده مشاكله، ومحدش خالي، وهي الدنيا كده. فالانسان ممكن يبقى عنده مشاكل يبدا يترجمها بالليل زي ما بقول لكم، ينام يترجم كل اللي بيحصل له طول النهار، وممكن يترجم حاجات بقالها سنين، يصحى ومش عارف هو ايه، طب ايه اللخبطه دي، طب ايه الدوشه اللي داخله في بعض دي، طب الدوشه دي يا جماعه ما هي دي بتبقى ناتجه عن تفكير كتير. انا بقى قاعده بفكر ليل ونهار في حاجه معينه، او بفكر في اشخاص معينين، او بفكر في مشكلات ما، فبالتالي باجي بالليل كل ده بترجمه. فمش كل اللي احنا بنشوفه زي ما بقول لكم عباره عن رؤى، في كتير منها عقل باطن، في كتير منها أضغاث أحلام. ومن ضمن بقى الألوان زي ما قلنا، اللون الأحمر قلنا فرحة وسرور. طيب معلش معنا اتصال تاني. نجلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا نجلاء، رمضان كريم. الله يكرمك يا حبيبتي. الله اتفضلي. بعرف كنت بس في الامتحان عايزة حضرتك تشرحي لي، أنا حسيت إن أنا طايرة كده في الشبك وعمالة أشاهد، وانا يعني رفع مرفوع لفوق في السماء وعمال اشاهد انا شاهد محمد رسول الله، وبنزل لتحت اقول يا رب لا انا عايزه اطلع عندك انت، مش عايزه اخد في الارض بس كده. فعمال اشاهد يعني صحيه على شهاده إيه. انت بتفكري إن بتفكري في الكورونا كتير يا نجلاء؟ بتفكري في موضوع الكورونا والفيروس واللي حاصل في الدنيا؟ لا مش متاكده؟ لا والله الحمد لله ماشي، بس عندي هموم تانية يعني بفكر في عيالي اكتر. بتفكري في ايه؟ عيالي عيال ولادي. انت تعبانه؟ عندك تعب او عندك تعبانه؟ لا انت عندك مرض كمريضه جسمانيا يعني؟ لا انا مش لا ما فيش مش عندي الحمد لله. تمام. هو عموما انت يعني حالتك النفسيه مش مستقره، عندك مشاكلك وعندك عيال وعندك ضغوط، فبالتالي انت كل يوم يعني ممكن نقول بتتمني لنفسك الموت والله اعلم. بس طبعا الشهاده في المنام حاجه جميله مش حاجه وحشه. انت طالما تشهدتي وطالما شفتي نفسك في منزله فوق يعني عاليه، دي حاجه جميله، وانك انت بتحاولي تتجنبي مشاكلك او تتجنبي ظروفك او الصعاب اللي انت عايشاها بقربك من الله عز وجل. وبالتالي لما بترجعي تنزلي لمستوى البشريه او مستوى اللي هي عدم التجلي وعدم انك انت شويه الخشوع بيروح منك، بترجعي تنزلي للحياه الدنيا من اول وجديد. ده الموضوع ده نفسي على فكره ونفسي بحت. بتنزلي للدنيا من اول وجديد وتبتدي تتمني لا انا عايزه اللي عند ربنا، لان الدنيا ومشاكلها وضغوطها واللي فيها انت مش مرتاحه له نفسيا، واعصابك شبه يعني ايه تعبانه، فانت بتتمني ترتقي وتوصلي لمكانه يعني ايه ممكن تكوني بتتمني في المكانه دي انك انت تقابلي رب العالمين، ودي حاجه مش وحشه يعني نقدر نقول كلنا بشر وعندنا تقلبات نفسيه، بس يعني انت الموضوع نفسي بحت وملهوش دعوه غير انك بتترجمي الحاله النفسيه اللي انت عايشاها وترجمتها بالشهادة، حاجة جميلة وارتقاء وسمو رباني. معانا الأستاذ عناني من الأردن. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. ماشي. كنت بس عاوز حضرتك حلم كنت رأيته. اتفضل. من حوالي يمكن شهر كده كنت رأيت إنه جد يعني شوية. رحت المقابر. لا معلش معلش استاذ عناني، وطي صوت التلفزيون واتكلم في ايش؟ وطي صوت التلفزيون. لا انا بقرا مش عارف مش بس عشان اعرف بس، طب حته فيها شبك عشان اعرف اسمع حضرتك، واتكلم بالراحه عشان اسمعك كويس. ايوه اتفضل بشويش بقى، فسر بالراحه اتفضل. طيب كنت رحت المقابر في الحلم. تمام تمام.
والقبر مفتوح امامي كده، وشفت جدي الله يرحمه الجسم متحلل بس الكفن ابيض زي ما هو، الكفن ابيض خالص. الكفن ابيض خالص. تمام. بس الجسم متحلل. تمام. بس كده؟ بس كده؟ اه. انت الرؤيه دي قلقاك يعني؟ ايه؟ الرؤيه دي قلقاك؟ فنعوز يعني اعرف ده يعني. انت يعني اكتشفت حاجه في في في, في العيله بتاعتكم قريب؟ انا سر كان كان سر قديم كان مستخبي بدات بدا يوضح قدامك او تعرفه عن طريق اهلك ابوك جدك؟ لا مش سر ولا حاجه، انا كنت متعلق بجدي يعني، كنت متعلق بيه. انت كنت متعلق بيه بس رؤيه الجسم متحلل والقبر دي حاجه في الماضي مدفونه. يبقى انت ايه؟ يبقى الموضوع لسه زي ما بحكي للاخت اللي فاتت ان هو موضوع نفسي ملهوش دعوه بالرؤيه قد ما هو ليه دعوه بعمق النفس. انت حضرتك متعلق بجدك وبدات تنبش في الماضي او تنبش في ايه، في ذكريات قديمه بدات حاجات توضح قدامك. الله اعلم يعني، بدا حاجات كده قديمه تظهر لك انت ما كنتش واخد بالك منها ومش مركز فيها، وممكن تكون زعلت من حاجة عرفتها قريب عن جدك فبدأت تركز معاه قوي. لا بس هو عامة يعني أنا يعني دايما بشوفه كده يعني، دايما بشوف جدي ده دايما يعني. الجد بس الرؤية دي يعني جايجاني شوية. بص لا هي 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 الرؤية ما تقلقش، بس كل اللي هقوله لك قرب من ربنا. تمام. وحاول لو في أخطاء ارتكبت عن طريق الجد او الاب او عن طريقك انت، لان احيانا الجد في المنام بيبقى جد الانسان، جد الانسان بمعنى عمله. فانت عملك في شيء انا مش عايزه افسر باسلوب ترجع تقول لي لا في حاجه مش مظبوطه، فلازم تقرب من ربنا شويه، لازم تحاول تتجنب كل الحاجات القديمة وكل المشاكل وكل الذنوب اللي ارتكبت فيما مضى، وتحاول تبدأ حياة جديدة، وتحاول ده ربنا بيفوقك، وتحاول عارف تغتسل اغتسال التوبة من أي ذنب من أي وزر حتى لو صغير، مش عيب ومش حرام، احنا بشر، وتحاول تقرب لربنا، وتحاول تتصدق، وتحاول تدعي ربنا انه يغفر لك ذنوبك السابقة. ده اللي أنا أقدر أنصحك بيه. شكرا، وربنا إن شاء الله كده يكتب لك الخير، وهو ده يعني هو حاجة من عند الله لعل وعسى يكون سبب في رجوعنا لربنا سبحانه وتعالى، وسبب في يعني نقول التوبة والرجوع إلى الله. حاجة جميلة مش حاجة وحشة يا جماعة، أي حاجة إحنا بنشوفها في المنام بتذكرنا بربنا وبتذكرنا احنا اصلنا ايه. يعني هو اللي شافه الجسم المتحلل ده يا جماعه هو شايف ان هي دي نهايه كل بشر، نهايتنا احنا في الاخر الموت وهنبقى جيفه، فاحنا ليه ما نفكرش في الحاجات الوحشه اللي احنا بنعملها ونحاول نتوب ونرجع لربنا ونرجع للحياه اللي ربنا امرنا بيها. ده هيفيدنا كتير قوي والله يا جماعه، ودي حاجه جميله مش حاجه وحشه. وزي ما قلت لكم الالوان في الرؤيه يا جماعه قلنا من ضمنهم اللون الاحمر حلو للستات، لكن للرجل المسلم عموما، لان هناك احنا معانا اخوات في الوطن ليست على الدين الاسلامي، لكن احنا كدين اسلامي ربنا بيؤمر الرجل عدم ارتداء اللون الاحمر، فاللون الاحمر في المنام حاجه مش حلوه للراجل، يعني بمعنى شهوه زايده، بمعنى افتضاح والعياذ بالله في امر، يعني ليه كذا معنى. لكن بالنسبة للمرأة فرح وسرور وبهجة وحاجات حلوة كتير. من ضمن الألوان برضو اللي نقدر نقول عليها ألوان هي ظريفة في الواقع لكن في المنام بتشكل شيء من القلق شوية، زي اللون الأصفر. اللون الأصفر في الواقع لون جميل، يعني أنا عن نفسي بحبه، لون كده في بهجة وفي إشراق وفي لون الشمس ولون حاجات حلوة، لكن في المنام بيدل على
المرض والعياذ بالله، وخاصة لو اصفرار مايل بدرجة كده معينة، مش أصفر اللي هو الأصفر الفائع اللي هو لون الشمس الجميل ده اللي هو بيدل مثلا على إشراق والنهار والحيوية والطاقة، لا الأصفر اللي هو بيبقى داكن شوية، ده كده دليل على مرض الشخص اللي انت بتشوفه في المنام. ربنا يكفينا شر الأمراض جميعا يا رب ينجينا. ومن ضمن برضو الرموز في الألوان، قلنا الأبيض تجديد في حالك، تجديد في حياتك، رجوع إلى الله من أول وجديد زي ما قلنا، يعني ظهور الكفن في المنام. ده لازم البني آدم يفكر في الموضوع بدل المرة ألف مرة. ظهور الكفن ده مش حاجة سهلة، ولازم الإنسان يعني لما يشوف حاجة زي كده يفوق من الغفلة اللي هو فيها. أنا مش هقدر أقول أكتر من كده يعني، فربنا يجازينا كلنا خير بأعمالنا ويكفينا شر إيه الموبقات، موبقات الدنيا يا رب، اللهم أمين. بس فمن ضمن الرموز كمان نقدر نقول اللون الأخضر. اللون الأخضر زي ما قلنا لون بيدل على الصلاح والتقوى، ويدل كمان على الخير، لأن لون الشجر أخضر، والشجر بمعنى شجر مثلا ايه، يا اما مثمر او اما ظل، يعني بيديك ظل من الحر ومن الشمس ومن البرد ومن المطر، هو ظل للانسان، وفي نفس الوقت الشجره مثمره بتديك ثمر. فاللون الاخضر بيدل على الصلاح والتقوى، وقلنا قبل كده لو ظهر لنا حاجه زي ثعبان يظهر لنا باللون الاخضر ده معناه عدو، بيظهر لك الصلاح والتقوى. معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين جميعا. وانت طيب بالصحة والسلامة، تفضل. معلش حضرتك، معايا المدام دايما بتشوف أحلام مزعجة ومخيفة، وزي ما يكون واحد بياخد ولدها منها وفي نايمه. زي ما يكون ايه؟ يعني بياخد ولدها جنب منها، ابنها. ابنها؟ ابنها الصغيرة. ابنها عنده كم سنة؟ يعني حوالي سنة ونص كده. بتشوفه يعني بأشكال مرعبة وهي نايمة يعني؟ وهي نايمة بتشوف رؤية كده أو حلم، يعني إن هي حاجات مخرفات كده بتجيها، وزي واحد بيشيل ابنها من عندها يعني. تمام. هي بتصلي؟ بتصلي دايما مع حضرتك وبتصيم وتمام الحمد لله. ومواظبة على الصلاة؟ ما بتقطعش خالص؟ لا ما بتطلعش حضرتك إلا بس عند الحضرة عند الشارع اللي هي دكتور. تمام. طب هي شافت بس كده؟ هي ده اللي شافته اول عن اخر؟ الصبح جت لحضرتك. نعم. ان حد بياخد من ابنها منها بس، صح كده؟ بس ان واحد هي بيشيل ابنها وسنها جنبيه. طيب يعني هي بس دي شويه نقدر نقول ايه، معاكسات من العالم الخفي والله اعلم. فهي كل اللي تعمله تحصن نفسها وتحصن ابنها حلوه قوي، الاذكار وان هي قبل ما تنام تقرا له قران وبرده وتحصن نفسها وتتصدق. الصدقه يا جماعه قلنا قبل كده بتجوز على الحي والميت. الصدقه دي بتطلعها بنيه ان ربنا يحفظ لها ابنها. تتصدق بقى باكل بلبس باللي هي شايفاه صح او بقد امكانياتها. نشوف هي امكانياتها ايه واللي هي عايزه تعمله ربنا ان شاء الله هيتقبل، لان نيتها في الحاله دي هتبقى ان شاء الله ان هي صافيه وصادقه مع الله عز وجل ان هي عايزه تحافظ على ابنها. يعني احنا يا جماعه ربنا لما بيدينا حاجه زي كده هو مش بيخوفنا، يعني ربنا عز وجل عمره ما هيخوف انسان ويقول له لا خلي بالك ده ابنك هيتاخد، ده هو بيعمل كده ربنا سبحانه وتعالى عشان خاطر البني ادم يفوق من الغفله اللي هو فيها، وحتى لو مش في غفله يبدا يعمل الاعمال اللي هو ربنا امره بيها، عمل صالح، التقرب، قال لك داووا مرضاكم بالصدقه، يعني لو حد مريض عندك في البيت داويه بالصدقه. لو حد ما عرفش عنده حاجه متعسره خلي ربنا ييسر له امره بالصدقه. وزي ما قلت لكم يا جماعه الصدقات ايه حلوه وجميله وان شاء الله معانا سمر، اتفضلي يا سمر. ايوه. اتفضلي معاكي. انا مخطوبه وحلمت ان انا شعري كان معمول كحكه. ولقيته مره واحده بفرده لقيته طويل قوي لحد بعد ركبتي. وبعد كده قلت لا انا عايزه اقصه واخلي وقص القديم واخلي الجديد يطلع، وفضل يطول يطول يطول. وانا في الحلم بقول لهم انا عايزه اوقفه بقى على كده، انا هسيبه يفضل يطول كده كتير. وحلمت حلم تاني ان انا جالي 10 خواتم منهم 2 فضه وفيهم دبلتين.
بغشتين غير الغشتين اللي هم عندي الحقيقه، ولبست اثنين في ايدي اليمين واثنين في ايدي الشمال، ايدي خواتم، وقلت لهم انا ازاي هلبس الخواتم دي كلها، ازاي هلبس 10 خواتم وانا في ايدي دي. انت تقدم لك اكتر من حد يا سمر؟ انت محترف امرك يا سمر، انت عندك ناس كتير معجبين بيكي، وعندك هتتخطبي اكتر من مره، وانت هتيجي في وضع معين وهتوقفي، يعني ايه، انت فرحانه، هتبقي فرحانه بنفسك يا سمر، ما تزعليش، يعني هتبقي فرحانه انك انت بقى ايه، العرسان عليكي بتتهافت والقلوب بترفرف، فانت هتبداي يعني يجيلك شيء من الغرور، بس عايزه اقول لك هتيجي في مرحله هتبداي تملي من ده كله، وهتختاري حاجه وسط بين ده وبين ده. فانا اللي عايزه اقوله لك ان انت ما تختاريش، وما ما ياخدكيش غرور الدنيا وتهافت العرسان عليك، لان ده في حد ذاته احيانا بيقول لك ايه، من كتر خطابها ايه، بارت. فنصيحة مني يعني كأخت كبيرة أو كأم، إنك أنت المفروض تبقي عقلانية شوية في اختيارك إن شاء الله لخطيب المستقبل أو زوج المستقبل، واستخيري ربنا كويس، ما تفرحيش بالدلقة اللي هم فيها، وعايزاكي تختاري حد يكون فعلا يكون إن شاء الله بأمر الله كده نحتسب زوج صالح بأمر الله في المستقبل. شكرا يا سمر، يعني هي رؤيتها حلوه وجميله، وتدل على ان هي العرسان حواليها كتير ما شاء الله، ورزقها واسع، والدنيا معاها يعني ايه، بسم الله ما شاء الله. بس طبعا هي الغرور هياخدها شويه من كتر اللي بيحصل لها، فطبعا انا نصيحه مني ان الغرور لما بيصيب بني ادم بيقتل فيه حاجات كتير حلوه، فيا ريت احنا ناخد بالنا من الكلام ده. وطبعا ربنا جعل لنا الاستخاره والدعاء والحاجات دي عشان ربنا ايه يفتح لنا بيها الابواب المقفوله بس. فهي ان شاء الله خير، وربنا يجعله خير لينا وخير علينا، ويديها الخير ويدينا جميعا الخير من فضله ان شاء الله. بس زي ما قلت لكم، هو كمان رمز من رموز اللي هي شافتها سمر، الشعر، الشعر الطويل معناها والكثيف غنى الزوج او العريس اللي متقدم لها، يعني معناها ان هو زوج هني او ثري، او عنده من الثروات الطائله يعني. فطبعا هي هتفرح بيه الكلام ده في الاول، بس الموضوع ايه، هيتحجم عند موقف معين، هتبدا هي تختار صح. فالشعر الكثيف في المنام يا جماعه حاجه حلوه، اذا ما كانش يعني نقول ايه، اشعث زي منكوش، لو ما كانش كده مفركش كده وشكله وحش، فهو حاجه حلوه لما بيبقى متساوي كده او متضفر او نازل كده مجدول، ده حاجه جميله. معنا فاديه. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكي يا استاذه فاديه، اتفضلي اتفضلي. ايوه حضرتك، انا حلمت، ايوه انا حلمت انا بكره يعني حلمت الحلم ده يعني جاف مع مرات حاجه يعني انا بقرا صوت بيسيح. لا انا عايزاكي تتكلمي في حته يعني تفسري الصوت شويه فاديه، معلش حته فيها شبكه يا فادي. حلمت كم مره ان انا بقى صوره الكهف. بتعملي ايه؟ صوره الكهف. بتقري صوره الكهف. الله الله. واخر مره حلمت فيها بالايه مثلا مستخرجه كلها، يعني اخر مره في الايه، اخر مره في يعني اخر مره حلمت فيها اللي هي الايه دي. اللي هي ايه؟ حلمت يعني اخر، بقول لحضرتك حلمت كم مره صوره الكهف، واخر مره حلمت بالآية اللي هي وأنا بقولها يعني في الرؤية، هو استخرجوا كلهم قلب الرؤية يعني. وحلمت مرة ما الرسول عليه الصلاة والسلام جاي ومعاه بتاع أغنام كتير، وبقول لك أنا جاي أفسر لك صورة الإنفجار. معاه أغنام كتير؟ أه معاه أغنام، وجاي يقول لي أنا جاي أفسر لك صورة الإنفجار. ومرة تانية علمت ان الرسول عليه الصلاه والسلام برضك وجنبه سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام شايل معاه برطمان عسل، لا بس البرطمان فيه نصه كده، فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له انا عمري ما خضتك في بيت المال، بس الرسول عليه الصلاه والسلام كلامه بيبص لي وبيضحك لي، يعني ايه ودي الكلام ليه وبيضحك يعني. بس كده. تمام ماشي يا فادي، انا هبقى افسر لك. شكرا يا فادي. يعني هو يا فاديه انت الصوره المطلوبه منك او اللي هي ممكن تفيدك في حياتك صوره الكهف.
يعني اي سورة يا جماعة، القرآن بالذات ما فيهوش جدال وما فيهوش نقاش وما فيش عليه اي لغط، ان احنا لما يجي لنا آية بعينها في المنام ده معناها ان هي رؤية، ولا هو أضغاث أحلام، ولا هو هلفطة، ولا هو عقل باطن، هي رؤية ان فادية كل مشاكلها وكل أرقها وكل اللي بيحصل لها في الدنيا. تنظر في سورة البقرة في الآيات في الأمثال اللي مضروبة فيها وتشوف إيه اللي ناقصها وتحاول تعوضه، تشوف إيه الأعمال اللي هي مش مكملاها وتحاول تكملها. وبعدين سورة الكهف كده هي شفا ليها من أي حاجة فيها أذى عندها، لو عندها مرض، لو عندها مشكلة، لو عندها أي حاجة يبقى هي علاجك في سورة الكهف. البرطمان العسل بقى والرسول وسيدنا عمر بن الخطاب، معروف ان سيدنا عمر كان عادل. انت عندك حاجة في حياتك العدل عندك ينقصها، ايه هي بقى؟ الله اعلم. فانت شوفي ايه اللي ناقص في حياتك وكمليه. معانا منور. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا اخويا حلم بحلم واحلم بحلم، ممكن اقول الاثنين؟ ماشي، قولي الحلم بتاعك انت الاول يا منور. بتاعنا الاول عامله استخاره على ان الضغط عليا انا بني وبنجود مشاكل، ان هو يحل لي المشاكل او يتدخل فيها. فحلمت لا انا عايزه اروح شقه اروقها، فالمهم المكان اللي انا اروح منه في بيت جد اختي جديده، فانا حطيت اروح عند بيت جد اختي علشان اي يدخلني اروق الشقه. لقيته مشغول جايب رمله ماليه البيت عنده وطوب قال هيبني لنفسه، فانا مش لاقي حته من الرمله اعدي منها على الشقه بتاعتي. رحت لحته في شباك وقال لي عدي منها، فانا بصيت كده عشان اعدي منها لقيتها حته رفيعه خالص ان انا اعدي منها هقع. فانا رحت بص قلت له لا انا مش هعدي من الطريق دي. ورحت مراجعه، ده كده الحلم بتاعي. تمام. كنت مصليه استخاره ان جد اختي ده يتدخل لي في الصلح بيني وبين جوزي يعني. تمام. ده كده الحلم بتاعي، لكن حلمت اخويا بقى حلم، واخويا متجوز بس اتجوز في سن ال 40 ومخلف دلوقتي ولد وبنت. ما شاء الله. حلم اللي هو طلع بره جنب بالشقه لقي شنطه فيها زباله فيها كاس خواتم في العلب بتاعتهم في العلب، فهو مسكهم كده فجه الثاني بيقول له ده ايه؟ فقال كان ده هكون في جيبه كاس خواتم ثانيين، بس ما كانش متاكد بقى هم ذهب او فاصل يعني مش متاكد من المعدن بتاعهم كويس. فهو كان بيحاول يطلع لها بقى اللي هو يوريها اللي في جيبه اللي هم بقى مش متاكد منهم، وكان مخبي اللي هم الذهب. هم هو الخواتم دي كانت تخصه هو ولا تخصك انت؟ لا ده الخواتم دول اليوم هو في الزباله قدام الشقه بتاعته هو. حاجه تخصه هو يعني. حاجه تخصه هو، بس مين تاني بتقول له انت لقيت ايه؟ هو كان بيخبي اللي هو لقيهم اللي هو واثق ان هم ذهب. تمام. يعني بيحاول يعني بيهزر معها وبيطلع لها اللي هم في جيبه، واللي هو كان كده في اثنين تاني في جيبه، بس هو مش متاكد من المعدن بتاعه اذا كان ذهب او فلسو او فضه يعني، فكان بيطلعهم له هو صحي على كده. تمام ماشي، شكرا هفسر لك. حاضر. معلش يا جماعه وطوا التكييف شويه، افسر للاستاذه. دلوقتي انت مشكلتك مع زوجك الرؤيه الاولانيه، انت لازم تلحقي تحلي مشكلتك مع جوزك، لان جوزك كده والله اعلم ناوي يبني بيت جديد، ولو ما حليتيش مشكلتك معاه هو ماشي في طريق جوازه تانية. فانا بقولها لك انا مش بقومك عليه.